عبد الرحمن حمزاوي رئيس المرصد الوطني. تأتي هذه الدورة العادية الأولى لاستكمال تشكيل هياكل المرصد ولجانه وإعداد نظامه الداخلي، بالإضافة إلى رسم الخطة العمل الاستراتيجية والسنوية. على المجتمع المدني رهان كبير ليكون في مستوى تحديات المرحلة، وهذا بالحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي والوقوف في وجه أعداء الوطن الذين يتربصون به لضرب وحدته واستقراره، من خلال إشاعة الوعي والحس الوطني وبناء الثقة بين مختلف مكونات الساحة الوطنية.